بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أصحاب السمو والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في البداية أن أرحب بكم جميعا وأن أعبر عن سعادتي بمشاركتكم في هذا الحفل الذي يقام بمناسبة إطلاق نجم طاقة الإمارات وهي المبادرة التي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لخفض البصمة الكربونية الناتجة عن استهلاك المفرد للطاقة في مختلف القطاعات. السيدات والسادة، في عام 2006 أصدر الصندوق العالمي لصون الطبيعة تقرير الكوكب الحي الذي يقيس معدل البصمة البيئية أو الكربونية للفرد في معظم دول العالم، وصنف التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة كصاحبة أعلى معدل للبصمة البيئية للفرد في العالم بالنسبة للدول التي شملها ذلك التقرير، والذي وهي المبادرة التي حظيت بقبول واسع كمقياس لمستويات استهلاك الموارد الطبيعية. وبالرغم من بعض التحفظات التي أثيرت حول النهج والمعايير التي يعتمدها التقرير، إلا أنه لفت النظر إلى مجموعة مهمة من الحقائق، وفي مقدمتها الاستهلاك المفرط للموارد بشكل عام وموارد الطاقة بشكل خاص. وكعادتها تعاملت دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذا التقرير بالكثير من المسؤولية والإيجابية، انطلاقا من حرصها على مكانتها الرائدة واهتمامها بحماية البيئة وتنميتها الذي يمثل ركنا أساسيا في سياسة دولتنا الغالية التي نحتفل هذه الأيام بالذكرى المجيدة لمرور 40 عام على قيامها بقيادة المؤسس الوالد رجل البيئة الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان هيان طيب الله ثراه. وفي إطار تعاملنا الإيجابي مع هذا التقرير، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل طوعي في شهر سبتمبر عام 2007 مبادرة البصمة البيئية الوطنية، وكانت بذلك ثالث دولة في العالم تطلق مثل هذه المبادرة. ويشارك هذه المبادرة التي تحظى بدعم كبير من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى جانب وزارة البيئة والمياه كل من جمعية الإمارات الحياة الفطرية ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية والشبكة العالمية للبصمة البيئية وهيئة البيئة أبوظبي، وتعمل بالتعاون الوثيق مع مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص. وكان لهذه المبادرة دور بارز في التعريف بمفهوم البصمة البيئية أو الكربونية، وفي رفع مستوى الوعي بكيفية خفض معدلها لدى كل من صناع القرار والأفراد إلى على حد سواء. وكما كان متوقعاً، بينت البيانات والمعلومات التي قام الفريق الفني للمبادرة بجمعها وتدقيقها وتحليلها أن البصمة الكربونية الناتجة عن استخدامات الطاقة بالدولة تستحوذ على حوالي 80% من البصمة البيئية للدولة، ويعزى ارتفاع هذه النسبة إلى الحاجة المستمرة لرفع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لتلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة الكهربائية والمياه بالدولة. كذلك إن قطاع المباني وخصوصاً السكنية والتجارية هي أكبر مصدر منفرد مستهلك الطاقة، وبالتالي لانبعاثات غازات احتباس الحراري على المستويين سواء الوطني أو العالمي. وبناء على التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس الدولة، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فقد أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لقضية خفض البصمة الكربونية الناتجة عن قطاع الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. وقد انعكس هذا الاهتمام بوضوح في رؤية الإمارات 2021 التي أكدت التزام دولة الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، وانعكس كذلك بصورة واضحة في الخطط الاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي دعت إلى تشجيع الابتكار والبحث والتطوير والاستجابة الفعالة للتغير المناخي والمخاطر البيئية وترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام المصادر البديلة والمتجددة للطاقة، بالإضافة إلى تقليص البصمة الكربونية وتشجيع ثقافة وممارسات صديقة للبيئة.
السيدات والسادة، واستجابة لهذه التوجيهات تبنت دولة الإمارات العديد من الخيارات والحلول الهادفة إلى التقليل من استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. واسمحوا لي هنا أن أشير بإيجاز إلى أهم هذه الحلول والخيارات ذات الصلة بقطاع المباني. أولاً، تبني خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية، واللذين سيوفران أكثر من ثلث احتياجاتنا من الطاقة بحلول عام 2020. وأشير هنا إلى مبادرة أبوظبي العالمية للطاقة، مصدر المبادرة التي نفتخر بها لتطوير صناعة الطاقات المتجددة. ثانياً، تبني معايير العمارة الخضراء كمبادرة مباني الخضراء التي أطلقت في دبي عام 2008، وتلتها مبادرة الاستدامة في إمارة أبوظبي واعتماد المعايير الخضراء على المستوى الاتحادي في نهاية العام الماضي. ولا بد في هذا السياق من إشارة كذلك إلى مدينة مصدر التي تعتبر نموذج لمدن المستقبل. ويمكن عن طريق هذه المعايير وضع هذه المعايير موضوع التنفيذ خفض نسبة مهمة من الانبعاثات مع تحقيق فوائد اقتصادية صافية. فعلى سبيل المثال، تقدر هيئة الكهرباء ومياه دبي أن تطبيق مشروع المباني الخضراء في دبي سيؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تبلغ حوالي 10 مليارات درهم حتى العام 2030. كذلك يكون من المناسب هنا الإشارة إلى تجربة وزارة البيئة والمياه التي استطاعت ومن خلال تجربة بسيطة بإعادة التصميم البيئي لمقرها في دبي وعن طريق إجراء تعديلات تقنية بسيطة تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 24% واستهلاك المياه بحوالي 44%. ويوجد كذلك العديد من التجارب الفردية على مستوى الدولة. ثالثاً، من المبادرات التي أطلقتها الدولة تبني مبادئ الاستخدام الكفء للطاقة، وذلك عن طريق إصدار وتطبيق نظام المطابقة الوطني إيكاس التي تطبقها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهد المنخفض وأنظمة التكييف والإنارة. وبالفعل سيطبق، تم إقرار النظام لنظام التكييف الذي سيبدأ تنفيذه في عام 2013. كذلك تطبيق نظام التعرفة التصاعدية على استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه. وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى ما قامت به الدولة وتقوم من تكثيف برامج التوعية الموجهة للحد من الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة على وجه الخصوص كجزء من برنامج متكامل للتصدي لأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام. وأطلقت الجهات العاملة في قطاع البيئة وقطاع الكهرباء في السنوات الماضية مجموعة كبيرة ومؤثرة من حملات التوعية، منها على سبيل المثال حملة أبطال الإمارات التي حظيت باهتمام واسع. أيها السيدات والسادة الحفل الكريم، إن مبادرة نجم طاقة الإمارات التي نحتفل بإطلاقها اليوم تعد إضافة مهمة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال خفض استهلاك الطاقة والتقليل من معدل البصمة الكربونية من خلال استخدام وسائل تقنية حديثة وذكية، وفي نفس الوقت مؤشر على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في دعم ومساندة المؤسسات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية انطلاقاً من مبادئ المسؤولية المجتمعية. وبما ينسجم مع التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الذي طالب في كلمته بمناسبة اليوم الوطني 40 قطاع الأعمال إلى ممارسات أكبر والتزام بمسؤوليتها المجتمعية بما يعزز من مشاركتها في بناء الوطن. وبالرغم من أن هذا المشروع هو نتاج شراكة ناجحة بين مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة باسيفيك كنترولز، فإنني أغتنم هذه الفرصة لأدعو إلى الانضمام إلى هذا البرنامج الذي يوفر فوائد اقتصادية وبيئية وصحية جمة، مؤكداً دعم وزارة البيئة والمياه لهذه المبادرة الطموحة التي تنسجم تماماً مع رسالتنا التي تدعو إلى تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون لجيل الحاضر وللأجيال القادمة عن طريق الإدارة المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة باسيفيك كنترولز على جهودهم المخلصة في المحافظة على البيئة والمساهمة في خفض البصمة البيئية
والكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.